السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم على قناة طبيب أطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم إن شاء الله النهاردة عن الرضاعة الطبيعية مع الصيام. كتير من الأمهات عندهم تساؤلات كتيرة جدا حوالين الصيام مع الرضاعة الطبيعية. هل الأم المرضعة هتصوم ولا هتفطر؟ ولو هتصوم ايه الاجراءات اللي ممكن تعملها علشان كمية اللبن او كمية الحليب عندها ما تقلش، وبالتالي الرضيع هيبتدي يجوع ويتأثر بصيام الام؟ هل في اجراءات نقدر نعملها علشان حليب الام ما يقلش وعلشان نزود ادرار اللبن عندها؟ وهل في فيتامينات معينة الام اللي بترضع يفضل انها تاخدها وهي صايمة علشان افراز الحليب عندها ما يقلش؟ كل الأسئلة دي وأكتر هجاوب عليها إن شاء الله في الفيديو ده، فتابعوا معانا الفيديو للآخر. في البداية كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان، ربنا يعود علينا بالخير واليمن والبركات. وقبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لكل الناس. موضوع الفيديو النهاردة هو الرضاعة الطبيعية مع الصيام وكل حاجة تخص الموضوع ده. مبدئيا الأم اللي بترضع هتصوم ولا هتفطر؟ ده هيعتمد على حاجات كتيرة. أولها صحة الأم نفسها، هل الأم دي صحتها كويسة؟ ما بتعانيش من أي أمراض؟ ما عندهاش أي مشاكل صحية؟ الحاجة التانية عمر الطفل الرضيع قد إيه عشان ناخد قرار سليم؟ الحاجة التالتة الطفل الرضيع ده نوع الرضاعة بتاعته إيه؟ هل هو بيرضع طبيعي فقط؟ ولا بيرضع طبيعي وصناعي؟ ولا بيرضع طبيعي وبدأ أكل؟ الحاجات دي كلها هتحدد الأم هتصوم ولا مش هتصوم. وقبل ما اتكلم في الحاجات دي كلها لازم اقول قاعدتين مهمين نبدأ بيهم كلامنا. اول قاعدة، ودي قاعدة مهمة جدا في الاسلام، القاعدة بتقول لا ضرر ولا ضرار. يعني علشان حضرتك تصومي لازم ده يكون ما بيأثرش على حالتك الصحية ولا حالة الرضيع الصحية، والرضيع يبقى بياخد احتياجاته. القاعدة التانية ان تأثر الحليب او تأثر كمية اللبن مع الصيام بيختلف بشكل كبير من ام للتانية، وعلشان كده لو الام هتصوم لازم تقيم كمية الحليب عندها من بعد ما تصوم، ولو لقت الكمية كويسة والطفل بيشبع تكمل صيام عادي، لو لقت الكمية قليلة والطفل هيتأثر يبقى الأفضل إنها تفطر. نيجي بقى لموضوعنا، الأم المرضعة هتصوم ولا هتفطر؟ لو كان الطفل الرضيع بيرضع طبيعي فقط وكان عمره أقل من 6 شهور، في الحالة دي يفضل إن الأم تفطر، لأن الطفل في الحالة دي بيبقى بيعتمد على الرضاعة بشكل كلي أو على الأقل بشكل أساسي. يعني حتى الطفل الرضيع ده لو بدأ أكل من بعد الشهر الرابع بتبقى كمية الأكل في الفترة العمرية دي أقل بكتير من إنها تكفي احتياجات الطفل. فطالما الطفل بيرضع طبيعي فقط وعمره أقل من 6 شهور يبقى يفضل إن الأم تفطر حتى لو كان الطفل ده بدأ أكل. لو كان الطفل عمره من 6 شهور لسنة والطفل ده بيرضع طبيعي وبياكل، في الحالة دي الأم ممكن تجرب إنها تصوم، ولكن لازم تلتزم بمجموعة إجراءات مهمة جدا علشان كمية الحليب عندها ما تقلش، وهقولها لكم دلوقتي في الفيديو. فالأم هنا هتجرب إنها تصوم، لو كمية الحليب عندها كويسة وما تأثرتش والطفل بيشبع كويس يبقى الأم هتكمل صيام. لو حست إن كمية الحليب قلت وإن الطفل بقى جعان أو ما بياخدش احتياجاته، في الحالة دي الأم يفضل إنها تفطر. لو كان الطفل بيرضع طبيعي وعمره أكبر من سنة، في الحالة دي الأم ينفع تصوم عادي، لأن الطفل في العمر ده بيبقى بياكل بشكل كويس يقدر يكفي احتياجاته الغذائية على الأقل في فترة صيام الأم، وما بين فترة الفطار للسحور الأم تقدر ترضع الطفل كويس. يبقى هلخص اللي أنا قلته، لو كان الطفل بيرضع طبيعي فقط وعمره أقل من 6 شهور يفضل إن الأم تفطر حتى لو كان الطفل ده بدأ أكل. لو عمر الطفل من 6 شهور لسنة الأم هنا ممكن تجرب تصوم وتشوف الطفل هيتأثر ولا لأ. لو اللبن عندها كويس والطفل مش بيتأثر يبقى تكمل صيام، لو كمية الحليب عندها قلت والطفل بدأ يتأثر
يبقى هنا لازم تفطر. لكن لو الطفل بيرضع طبيعي وعمره أكبر من سنة، في الحالة دي الأفضل للأم إنها تصوم. ده كده الموقف للأطفال اللي بيرضعوا طبيعي. طيب لو طفل بيرضع رضاعة مختلطة طبيعي وصناعي، هيبقى إيه الوضع؟ في الحالة دي الأم ممكن تصوم عادي وتعتمد على الحليب الصناعي بشكل أكبر شوية في فترة الصيام، ومن بعد الفطار تعتمد على الرضاعة الطبيعية بشكل أكبر. يبقى عشان الطفل بيرضع رضاعة مختلطة طبيعي وصناعي، يبقى نقدر نعتمد على الرضاعة الصناعي في فترة الصيام وياخد الرضاعة الطبيعي من بعد الفطار. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، لو حضرتك بترضعي طبيعي والطفل ما بياخدش حليب صناعي، اوعي تدي الطفل حليب صناعي علشان تصومي، لان كده غلط. لو كان الطفل بالفعل بيرضع طبيعي وصناعي، يبقى ممكن تعملي اللي انا قلت عليه. لكن لو الطفل كان بيرضع طبيعي فقط، يبقى نفذي التعليمات اللي قلتها في الاول، وما تدخليش لبن صناعي مخصوص علشان خاطر تصومي، لان كده هيبقى غلط جدا. ولو كان الطفل بيرضع صناعي فقط، فهنا مفيش مشكلة أصلا، والأم تنفع تصوم طالما حالتها الصحية تسمح لها إنها تصوم. طيب في حالة إن الأم المرضعة هتصوم، إيه الإجراءات أو العادات اللي لازم تعملها علشان كمية الحليب عندها ما تقلش، أو حتى نزود كمية الحليب عندها؟ عندنا تعليمات مهمة جدا هقولها بالترتيب. أول حاجة، السحور وجبة مهمة جدا للأم اللي بترضع، ولازم الأم تاخد وجبة السحور في وقت متأخر جدا، يعني قبل الفجر مباشرة، علشان جسمها يبقى موجود فيه كل الاحتياجات الغذائية والسوائل الكافية لعملية إدرار اللبن. يفضل في وجبة السحور الأم تاخد حاجة فيها كالسيوم زي منتجات الحليب أو الزبادي أو اليوغورت، ويفضل ان الام تشرب كمية سوائل كويسة جدا، وكمان يفضل انها تاخد حاجة فيها بروتين، حتى لو بروتين نباتي زي الفول او الحمص او العدس، الحاجات دي كويسة جدا في وجبة السحور. الحاجة التانية، وجبة الفطار بتاعة الام لازم تكون وجبة متكاملة بتحتوي على كل العناصر الغذائية. لازم تاخد نشويات وتاخد بروتينات عالية القيمة زي الدجاج وزي الفراخ وزي الأسماك وزي البيض، ده مهم جدا جدا، وتاخد منتجات الحليب وتاخد خضار وفاكهة. لازم وجبة الأم تبقى وجبة متكاملة علشان جسمها ياخد احتياجاته وإدرار الحليب عندها يبقى كويس. الحاجة الثالثة، يفضل يكون في وجبة ما بين الفطار وما بين السحور، حتى لو الوجبة دي قليلة شوية، ممكن تبقى فواكه طبيعية وممكن تبقى مكسرات، لكن مكسرات بدون ملح. المكسرات مهمة جدا لأن فيها فيتامينات وفيها معادن بشكل كويس، وبيزود من إدرار اللبن عند الأم المرضعة. الحاجة الرابعة، من بعد الفطار لحد السحور يفضل أن الأم تاخد كمية سوائل كتير، أو تشرب مية كتير وتشرب عصائر طبيعية كتير، علشان تملى مخزون جسمها من السوائل، وبالشكل ده إدرار اللبن عندها هيبقى كويس جدا. لكن شرب السوائل ما يبقاش كمية كبيرة مرة واحدة، نحاول نقسم كميات السوائل ما بين فترة الفطار لفترة السحور، يعني كل ساعة أو ساعتين الأم ممكن تشرب كوباية مية أو كوبايتين أو كوباية عصير أو شوربة أو أي حاجة من السوائل، أو حتى الفواكه اللي بتحتوي على سوائل كتير زي البطيخ مثلا أو الكنتالوب، الحاجات دي كويسة جدا في إمداد الجسم بالسوائل. يبقى ناخد سوائل ولكن متقسمين ما بين فترة الفطار لفترة السحور. الحاجة الخامسة، لازم الأم من بعد الفطار تاخد عصائر طبيعية بشكل كويس. العصائر الطبيعية بتمد جسم الأم بالسوائل وكمان بالفيتامينات والمعادن، وده مهم جدا علشان زيادة إدرار اللبن عند الأم. الحاجة السادسة، ضروري جدا ان الأم تبعد عن شوية مأكولات في الفترة ما بين الفطار والسحور. أول المأكولات دي هي الحاجات الحادقة أو الحاجات اللي فيها ملح كتير. ضروري جدا الأم اللي بترضع تبتعد عن المأكولات اللي بتحتوي على الملح بكميات كبيرة، لأن ده بيحسسها بالعطش جامد أثناء الصيام، وكمان طعم حليب الأم ممكن يتغير شوية ونلاقي الرضيع مش حابب الرضاعة. الحاجة التانية، ضروري الأم تبعد بعيد عن الحلويات والحاجات المسكرة واللي فيها سكر كتير، وتستبدل الحاجات دي بالفواكه الطبيعية. الحاجات اللي فيها سكر كتير والحلويات بتزود كتير من الإحساس بالعطش أثناء الصيام. الحاجة التالتة، ضروري جدا جدا الأم تبعد عن المنبهات
او اي حاجة بتحتوي على الكافيين زي الشاي او القهوة او النسكافيه او حتى المشروبات الغازية، لان الكافيين معروف عنه انه مضر للبول، يعني بيزود من خروج المية والسوائل من الجسم، وده ممكن يسبب للام نقص في السوائل اثناء الصيام، ممكن يوصل لمرحلة الجفاف، وفي الحالة دي إدرار اللبن عند الأم اللي بترضع هيقل كتير جدا، والطفل مش هيعرف ياخد احتياجاته. فضروري جدا جدا الأم تبعد عن المنبهات من فترة الفطار لفترة السحور، وتستبدل ده ببعض الأعشاب والوصفات الطبيعية اللي بتزود إدرار اللبن عند الأم اللي بترضع، واللي من أشهرها مشروب الحلبة أو مشروب الشمر وبعض المشروبات الأخرى الطبيعية اللي بتزود إدرار الحليب. وأنا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن المشروبات الطبيعية اللي بتزود إدرار الحليب عند الأم اللي بترضع، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. يبقى الأم بلاش تشرب منبهات، وهتشرب من الوصفات الطبيعية اللي بتزود من إدرار الحليب عندها. الحاجة السابعة، لو الأم لاحظت إن كمية الحليب عندها بتقل كتير في فترة الصيام لكن من بعد الفطار بتبقى كميتها كويسة، ممكن علشان تساعد الرضيع تشفط لبن الثدي في الفترة ما بين الفطار للسحور، وتعين اللبن ده في التلاجة، وأثناء الصيام لو الطفل احتاج ممكن نديله من اللبن دون، ولكن هندهوله بالسرنجة، بلاش ياخده بالبيبرونة طالما الطفل ده بيرضع طبيعي، علشان ما يتعودش على البيبرونة ويرفض الرضاعة الطبيعية. وآخر حاجة، ضروري جدا الأم المرضعة تحرص على انها تاخد فيتاميناتها او المكملات الغذائية اللي هي بتاخدها، خاصة الكالسيوم وفيتامين دال، وانا هعمل فيديو ان شاء الله قريب هتكلم فيه بالتفصيل عن الفيتامينات الضرورية للام المرضعة. دي كده كانت التعليمات المهمة جدا علشان الام المرضعة تصوم من غير كمية الحليب عندها ما تقل او تتأثر، وكمان علشان نزود من ادرار الحليب عندها. ولكن هأكد تاني زي ما قلت في اول الفيديو، تأثر كمية الحليب عند الأم المرضعة بيختلف بشكل كبير جدا من أم للتانية، فحضرتك لو هتصومي يبقى لازم تلتزمي بالتعليمات دي، وبعدها تشوفي كمية الحليب عندك أخبارها إيه. لو كمية الحليب كويسة ومكفية الطفل تقدر تكملي في الصيام عادي، لو كمية الحليب قليلة جدا والطفل هيتأثر يبقى في الحالة دي يفضل ان انت تفطري. طيب هنعرف ازاي ان كمية الحليب قلت او ان الطفل اتأثر؟ في اربع علامات مهمين جدا نقدر من خلالهم نعرف ان كمية الحليب قلت وان رضاعة الطفل بدأت تتأثر. اولهم ان عدد مرات التبول او كمية البول اللي الطفل بيعملها في البامبرز نلاقيها بقت اقل من الطبيعي بالنسبة للطفل ده، يعني حضرتك لما تيجي تغير البامبرز تلاقي كمية المية اللي موجودة فيه اقل من الطبيعي بالنسبة للطفل ده. ده كده بيقول ان كمية السوائل او كمية الرضاعة اللي الطفل بياخدها بقت اقل من احتياجاته. الحاجة التانية ان الطفل يعمل براز بكمية او بعدد مرات اقل برضه من الطبيعي بتاعه، ده برضه بيقول ان كمية الرضاعة اللي الطفل بياخدها بقت اقل من الطبيعي والطفل بدأ يتأثر. الحاجة التالتة انك تلاقي الطفل عمال يعيط ويزن كتير جدا وعنده احساس بالجوع، ولما بيجي يرضع برضه بيعيط وبيزن، ده معناه ان كمية الحليب عندك بدأت تقل والطفل ده بدأ يبقى جعان. العلامة الرابعة بس دي بتظهر متأخر شوية ويفضل ان احنا ما نستناش لحد ما تظهر، هو ان وزن الطفل يبتدي يقل او حتى معدل زيادة وزنه تبقى اقل من الطبيعي. هنا معدل نمو الطفل بدأ يتأثر، وفي الحالة دي لازم حضرتك تفطري وبلاش تصومي، وتعوضي الأيام دي بعد رمضان إن شاء الله لما الطفل الرضيع يكبر ويقدر يعتمد على الأكل بشكل أكبر. بكده أكون اتكلمت بشكل كامل عن الرضاعة الطبيعية مع الصيام بكل الأسئلة اللي حضراتكم سألتوها. يتبقى نقطة مهمة عاوز أقولها، الأم المرضعة أثناء الصيام يفضل إنها تقعد في مكان درجة الحرارة فيه كويسة، وتبعد بعيد عن الأماكن اللي حرارتها عالية، ولو المكان اللي انت فيه حرارته عالية يبقى لازم تبعدي عن الشمس، تقعدي في مكان فيه تهوية كويس، ممكن نشغل المروحة أو نشغل المكيف،
بشرط ان درجة الحرارة تبقى كويسة علشان جسمك ما يسخنش من الحرارة وتبتدي تفقدي سوائل كتير بالعرق، وده هيقلل كتير من ادرار الحليب عندك. وكمان ضروري ان انت تقللي من مجهودك شوية، بلاش تبذلي مجهود جامد قوي، لان المجهود الزايد هيخليك تعرقي كتير وبرضه هتفقدي سوائل وادرار اللبن عندك هيقل. يبقى اثناء الصيام حاولي تبذلي مجهود اقل ما يمكن، وتقعدي في مكان درجة الحرارة فيه كويسة، تهويه كويس بعيد عن الشمس، شغلي المروحة، شغلي المكيف علشان ما تفقديش سوائل كتير وكمية الحليب عندك ما تتأثرش. اخر حاجة، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة اقتراب شهر رمضان، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.